هادو بس وغيره لا. لا التنور افضل وارخص من افران العادي. عفنا اراضينا وعفناها البلاد، يما دمرونا هدول الاوغاد. يا سراقي بوينك شبعتي عني، ناطر انا رجوعك والله متمني. نحن لجأنا للتنور بسبب غلاء الخبز. هاي خبز، هذا خبز التنور، خبز التنور هذا طحين بلدي، بالاضافه نحن بنضيف لهم خالي للخبزه. هاي صحيه اكثر. اول شيء صحيح، هذا بيجي اغلى من الخبز العادي، بس هذا صحي واشبع للاولاد للكبيرين للي معه مرض لكل هالناس. هاي واوفر، اوفر بكثير، هذا اوفر، هذا رغيف واشبع. يعني الولد من هداك الخبز اليوم عم ياكل رغيفين وعم يحس فيهم. هذا بتاكل منه رغيف واحد، الولد الكبير بياكل الرغيف بيشبع منه. هذا رغيف عن رغيفين من هداك تبع الفرن، تبع الفرن. شايف هذا الرغيف؟ يعني اذا برك الولد على السفره بياكله بيشبع. وارخص من هداك تبع الفرن الطاقه 3 طوق. يعني هداك مثلا احسب لك 4 ترخفي 5 الربطه ليرتين ونص، رغيف بنص ليره. هذا الرغيف بربع بلاش وبيشبع اكثر وارخص. والعالم اللي هون في مدينه ادلب ركدي على الرخص، بدها شيء رخيص من غلى الخبز تبع الافران الخاصه في ادلب، عم تلجا العالم لهذا. هذا الرغيف يا طلوح لسه قاسي. هلا بس ظلمي ظلمي ظلمي. الله اكبر. نحن بعد هالغلاء اللي عم بهالبلد هذا، وبالذات غلاء مادة الخبز اللي ما بنقدر نستغنى عنها خالص، قررنا نعمل هالشغلة هاي نحن والشباب الطيبين. فكل يوم لو انا بدي اشتغل مثلا خبز من هذاك بدي كل يوم 7 ربطات، لانه نحن 7 اشخاص في البيت، 7 اشخاص بدهم 7 ربطات، 7 ربطات اهم شيء 15 ليرة، ويوميتنا ما بتسمح بهالشيء هذا. فقررنا انه نعمل هالمشروع هذا الصغيرون بحيث انه نوفر حالنا. وهي خبزي بتقيت الولد، هاي بينما هذاك الربطه كلها ما بتشبع الصبي. فقمنا بهالمشروع هذا الصغير بحيث انه شو يكون نقطه عمليه لنا ولاولادنا. ما في استنى هون يلا ايه وابدو شيء جيبها بيدك جيبها. جيب لك طيحه يا الو.